طيب الفقرة دي هنتكلم فيها عن الإدمان، ولكن هنتكلم عن إدمان الترامادول بالذات، عشان في ناس كتير بتقول إن الترامادول مش إدمان، إن أنا باخد ترامادول عشان أعرف أشتغل، أعرف 24 ساعة ورا بعض أبتدي أشتغل من غير ما أقع. أنا عايزة أقول لكم إنه في سيدات ابتدت تاخد ترامادول عشان خاطر تقدر تشتغل وتقدر اليوم بتاعها يمشي. طيب وفي كمان شباب كتير بتاخده على أساس إن هو هيقوي القدرة الجنسية عندهم. الترامادول في الأول بيبتدوا بربع حباية، بينتهي بشريط وشريطين وما بيعملوش نتيجة، ما بيجيبش نتيجة في الآخر، لحد ما يلاقي وظائف الجسم كلها ابتدت تبوظ، مش عارف يعمل حاجة ومش عارف يقف على رجليه. الترامادول إدمان ولا مش إدمان؟ ممكن أتعافى منه ولا لأ؟ خطورته قد إيه؟ رخيص ولا غالي؟ موجود فين؟ كل الحاجات دي أسئلة عايزين نجاوب عليها. أنا متأكدة إن في ناس كتير بتتفرج عليا بتاخد ترامادول وفاكره إن هو مش إدمان، فاكره إن هو حاجة بتقويها وخلاص. برحب بضيوفي منوريني في الاستوديو، انا بشكرهم جدا ان هم موجودين معايا النهارده، وبشكرهم جدا ان هم عندهم القدره والجراه والشجاعه ان هم يطلعوا يقولوا انا كنت بتعاطى ترامادول ودلوقتي انا متعافي. فانا بشكرهم جدا، لان بسبب ظهورهم معايا النهارده ناس كتير قوي هتصدقنا، لانه ما حدش بيصدق في المواضيع دي بالذات غير ما يشوف حد مر بنفس التجربه اللي هو مر بيها. فانا بجد بشكر ضيوفي منوريني في الاستوديو، الاستاذ ماجد احمد عبد الله، ازيك يا استاذ ماجد؟ عامل ايه؟ والاستاذ مينا فخري، ازيك يا استاذ مينا؟ عامل ايه؟ والدكتوره اميره فؤاد، متخصصه في علاج الادمان، ازيك يا دكتور اميره؟ عامله ايه؟ طيب انا هبتدي الاول مع ماجد، ازيك يا ماجد؟ ماجد الموضوع ابتدى معاك ازاي؟ وايه اللي خلاك تاخد ترامادول؟ وفي الاول كنت فاكر ان هو عارف ان هو يعني ادمان ولا مش ادمان؟ هو الموضوع ابتدى معايا يعني في داخل فيه فضول، داخل فيه كنت بطبيعتي خجول، وتربيتي اهل الناس كناس على قدها، ووالدي كان مربينا كويس، عندي اخواتي كلهم ناس محترمه وكده. طبعا داخل برضك في الموضوع صحاب السوق، والفضول خلاني عايز استكشف الكلام دوت، كوني عارف ابعاده طبعا ما كنتش ملم بيها طبعا الا بعد ما بدات اشرب، وكل ما دايت الموضوع بيتوغل اكتر او بيتوسع معايا اكتر. قعدت سنين كتيره فيه، ولقيت حالتي طبعا مع المدى بتتدهور، وعلاقتي باهلي وعلاقتي بالناس اللي حواليا كلها بتبوظ. دراستي كنت ناجح طبعا في دراستي، وكنت الدنيا كانت كويسه معايا جدا. ليه انت خدته وانت عندك قد ايه؟ انا خدت الترامادول يمكن بقالي قعدت 17 سنه بشرب. تاخد ترامادول 17 سنه؟ وقبل الترامادول كنت بتتعاطى حاجه تانية ولا الترامادول دي اول حاجه تجربها؟ لا قبلها ما كنتش باخد حاجه خالص، بس يمكن هو ودخل معاه طبعا في النص كمان حاجات تانية جنبه. قعدت 17 بس ايه نوع الفضول ممكن اعرف؟ يعني انا اعرف ناس كتير بتاخده عشان تقدر تشتغل او عشان خاطر هي فاكره ان هو هيساعدها في حاجات معينه، بس انت ايه الفضول ان انت تجرب الترامادول؟ الفضول ان هو كان بحكم شخصيتي ان انا خجول وما بعرفش اتكلم، مثلا ممكن اتكلم مع حد بوشي في الارض او كده، فكان بيتقال لي من الناس ان دي حاجه بتجرأك او النهارده بتخليك تعرف تتكلم او بتدي باور او كده، وحاجه هتفرق معاك كتير يعني. فالفضول خلاني استكشف الكلام دوت او عايز اجربه. ابتديت بايه؟ ابتديت زي اي حد حبايه، وبعدها لقيت الموضوع. حبايه دي كتير على فكره، ابتديت بحبايه مره واحده؟ حبايه ها، وبعدين؟ بعدها الموضوع بقى كل مدى ما بيزيد معايا حبايتين. حبايه ما بقتش تعمل نتيجه؟ لا، ما بتيجي عند حد معين بيبقى لازم زياده، بعد كده ما بتعملش حاجه. بعد كده حبايتين ثلاثه. جرأتك فعلا بقى؟ يعني ما خدتها بقيت جريء فعلا وبقيت ما بتتكسفش وبقيت اقوى؟ الموضوع في اوله ما بقاش فيه مشاكل او ما بحسش بالمشكله الاساسيه او ما مش ملم بالمشكله في البدايه، بتبقى زي اللي هو شعر العسل يعني، اللي هو الموضوع بيبقى في اوله زي اي حاجه بيبقى كويس. ما بيبدا الموضوع بيخش في الم يعني بيتوسع اكتر، بتبدا تبان المشاكل على المدى يعني. لان طبيعي النهارده في اوله ما حدش لسه مكتشف ده معايا، او لسه ما حدش لاحظ ده عليا في اي حاجه، التصرفات ما بقتش مثلا غريبه شويه لسه، فالموضوع في اوله مش ملاحظ قوي. حلت المشكله اللي انت كنت بتعاني منها؟ بالعكس. ان انت عايز تبقى جريء اكتر او عايز تبقى اقوى، فده عمل لك كده فعلا ولا ما عملش كده؟ لا بالعكس، دي زودت المشكله وخلتني انسان انا مش متخيل نفسي ان انا هبقى هو خالص، ان هي كرهت الناس فيا وبعدت الناس كلها كويسه عني، واولهم طبعا اهلي كانوا متضايقين جدا مني ان طبعا دي مش طبيعتنا، ولقيت دخلت نفسي في مشاكل تانية كتير. كان رخيص الترامادول؟ اسعاره كان وقتها رخيص. كان بكام؟
يعني كان جنبنا كان في مكان بيبقى بيتباع فيه بكتير، يعني ناس كتير بيبيعوه، كان الشريط بيوصل 8 جنيه وقتها وكده، فرخيص، فكان حاجه رخيصه يعني. وبيتباع في اماكن ممكن توصل لها عادي. هو كان المشكله اللي هو كان متاح جدا وناس كتير بتبيعه، وكان قاعده عريضه جدا بتشربه يعني. في ناس كتير بتتعاطى ترامادول في مصر؟ ناس كتير، والمشكله ان كان كنت بلاقي ناس كمان اللي كان بيشجع على كده، بلاقي ناس ملهاش علاقه بال يعني ما تخليكيش حضرتك تشكي، يعني مثلا مهندس، محامي، دكتور، يعني ناس لا يمكن تشك ان هم يكونوا بياخدوا، بتلجا له عشان ليها تفسيرات عندها او مبررات ليها اللي هي تاخده ابعد ما تكون عن الادمان. يعني النهارده مثلا بيبقى بدافع الجنس او بدافع. ايوه. طيب اتجوزت؟ انا لسه متجوز بقالي شهر. بقالك شهر؟ مبروك.